السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا هسأل الذكاء الاصطناعي سؤال، هقول له أنا عايز خطة لمذاكرة اللغة الإنجليزية من الزيرو خالص، من سكراتش، من البداية لحد ما أبقى محترف، وهنشوف هيقول لي إيه. عايزين خطة نتعلم الإنجليزي من زيرو لهيرو، تمام؟ طيب على ما يبدأ يجيب لي الإجابة وهسيبها لكم أسفل الفيديو، هسأل برضو جوجل بارد نفس السؤال، ودول اشهر اتنين، لكن في كتير طبعا ذكاء اصطناعي، لكن اغلبهم بيكون معتمد على شات جي بي تي وعلى جوجل بارد. بص كتب لي ايه البدايات، اللي بعد كده الممارسة، وبعد كده الاستمرارية والتطويل، وخلي عندك هدف واضح، واختار الطريقة اللي تناسبك، وخليك صبور وخليك نشيط. طيب ده كلام عام، شات جي بي تي بدأ يكتب لي بقى تعميق المفردات والتدريب على المحادثات والمتقدم، تحسين مهارات الكتابة والقراءة وتوسيع المفردات المتخصصة والانغماس في الثقافة الإنجليزية. جميل جدا، هسيب لكم الإجابة تحت أسفل الفيديو.